كثير مربين لا يملكون ترخيص لمشاريع اللغة. في مبادرة تعمل لمصلحة مربين الثروة الحيوانية وتعالج كثير من مشاكلهم، هي تنمية لمكتسبات الدولة من المنتجات الحيوانية، من المنتجات الزراعية. هذه المبادرة هي تعمل لمصلحة المربي لمعالجة ما لديه. لا تتحكم الوزارة في أسعار الماشية، لا يخضع سوق الماشية لإشراف وزارة الزراعة، وما يحدث من التذبذب هو يعتبر تذبذب طبيعي مبني على العرض والطلب. يتبادر إلى البعض، هل الوزارة تستطيع تحصين جميع الرؤوس المستوردة؟ غير صحيح أبدا. الأمراض الموجودة لدى مربين الثروة الحيوانية تتطلب تعاون من قبل مربين الثروة الحيوانية في التزامهم ببرامج الوقائية. اتهام الإبل بأنها هي مصدر هذا المرض، عاذنا الله والمسامعين والمستمعين وإياكم أو المشاهدين وإياكم منه، غير صحيح. الإبل لم نجد هناك أي حتى أجسام مناعية تثبت أنها لها علاقة بكورونا. لن نعمل على الإضرار بمربين الإبل. لم يصدر هناك أي قرارات لإعدام هذه الإبل. يا مالك الإبل اللي وجدت عندك حالة إصابة لا تخليها تخالط للإبل الأخرى. نحن نعمل سويا مع وزارة الصحة في مكافحة والتقصي لهذا المرض. يمكن هذه كانت مقاطع مستفزة لهذه الممارسات.